انا عاشرت الكابتن مصطفى رياض وزميلته سنه 69 70، كان عندي 18 سنه، وكان المدرب كابتن شيو رحمه الله عليه. اتعملت دوره في اسكندريه اسمها الدوره الصيفيه، فلعبت جنب الكابتن خيري الله يرحمه، وكان سني 18 سنه. لعبت ليبرو، كابتن خيري كان المساك. منذ اللحظه دي والمباراه دي كسبنا الاتحاد السكندري 3-1. تاني بعد كده لعبنا الاولمبي ولعبنا النادي الاهلي. الدوره الصيفيه دي سر الاكتشاف يعني. كان الكابتن مصطفى رياض طبعا في عز مجده، هو كابتن شاذ رحمه الله عليه، فدول تاريخ ما يتنسوش. كابتن مصطفى رياض داخل خط ال 18 هداف، بيعرف يحط بوش رجله الخارجي، بيعرف يحط بطن القدم، حاجه ما شاء الله عليه يعني. وسمي غزال، الوحيد اللي تسمي الغزال في مصر، الغزال بتاعنا ترسانة، ثم الغزال نمرة 2 كابتن إبراهيم يوسف رحمة الله عليه، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر طبعا، وغني عن التعريف يعني. كابتن مصطفى رياض وكابتن شاذ طبعا في عز مجدهم في السبعينات، كان تاني هداف كابتن شاذلي لغاية وقتنا هذا، ما حدش كسر الرقم بتاعه. تاني واحد الكابتن مصطفى رياض للأمانة يعني. والحاجات دي متسجله في اتحاد الكوره وعند الساده المسؤولين يعني. مهما اتكلم على الكابتن مصطفى رياض مش هقدر ادي له حقه يعني. هتقول ايه لحبيبك كابتن رأفت ميكي؟ بقول له متشكر على الكلام الحلو دوت، وربنا يديك الصحه يا كابتن رأفت ويخلي لك ولادك، وانا شاكر على اللي انت قلته، ومش عارف اقول لك ايه ولا ايه، وفكرتنا بالايام الحلوه يعني.